جيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم لضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدثت في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. إحنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجوية جوا يعني أو بالقوات البحرية للبحر أو برا، لأن حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا إحنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبة دي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أطلعت أمس 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم البحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية. وقد وصلت الطائرات إلى قاعدة الأبراق الجوية تمهيداً لوصولها إلى المناطق المتضررة بدولة ليبيا الشقيقة. كما تم تجهيز عدد 10 طائرات من طراز شينوك وأوجستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ. فضلاً عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم إلى المستشفيات لتقديم الدعم الطبي اللازم. تأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها لتجاوز كافة الكوارث الإنسانية والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة،
بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثاني الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف. بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي لكافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيدا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء. ودار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من وعي وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثاني الميداني. التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الصاعد 2023، أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الساطع 2023. نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية، حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة.
بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي. وتنفيذ قصف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام. كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي. ظهر خلال النشاط التدريبي المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية عالية. حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين.